مرحبا واهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن يمكن احد اخر الشغلات البدائيه الاول ما بترجع كندا اللي بدك تسويها، اللي هي استصدار التامين الصحي. في كل مقاطعه التامين الصحي عاده بيبدا في كندا بعد 3 أشهر من دخولك. خليني احكي لكم عن هذا بعد الفاصل. هذا الفيديو برعايه مكتب عمرو لخدمات الهجره. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. طبعا هذا الفيديو دعم لرتل مي بون رن، هذا عبارة عن رن بيصير كل سنة لدعم الكانسر ريسيرش. بتمنى انكم بس تيجوا هون او تكونوا موجودين هون تروحوا تدعموهم، لانه فعلا في ناس كتير عندهم مشاكل في او كانسر بيشنت وبدهم دعم في الريسيرش. الريسيرش هذا حينقذ ناس كتير حوالين العالم، فيدعموا راتل مي بون رن. التأمين الصحي مهم جدا، لانه لا سمح الله صار اشي معك او مع ابنائك بدك تروح على المستشفى بطلبوا منك التأمين الصحي. إذا ما معك التأمين الصحي بيعالجوك، ما في عندك مشكلة، بس بتضطر إنك تدفع بدل المعالجة ببعثوا لك فاتورة على البيت. أوكي، فأول 3 أشهر نصيحتي لجميع القادمين الجدد إنهم يشتروا تأمين من بلادهم إنهم لأبنائهم في حال لا سمح الله صار شيء. العلاج هون جدا جدا غالي. الآن لإصدار التأمين الصحي في ورقة مهمة بدي أحكي عنها قبل ما نبدأ في طريقة إصدار التأمين الصحي. Proof of address أو ما يثبت أنك عايش في هذا المكان. عادة ما يثبت أنك عايش في هذا المكان حكينا عنها في حلقات سابقة، اللي هي إصدار بطاقة الرخصة. إذا ما معك رخصة بتقدر تروح على المدينة وتصدر شغلة اسمها ID card، بتحط فيها الادرس تبعك، بتجيب proof of address. أوكي، هذا بكون معك معتمد لأنه عليه صورتك وعليه العنوان تبع البيت تبعك. لكن بشكل عام عشان تثبت أنك عايش في هذا المكان، كل الناس تعتقد أنه صورة العقد تكفي. لا، صورة العقد يمكن لا تكفي. عشان هيك إحنا بنضطر خاصة في البداية انه نحصل عفوا على proof of address، عبارة عن البنك statement اللي بتجيك سواء للبنك او للكريدت كارد. هذا يعتبر من افضل proof of address. تيجي البنك statements بطريقة زي هيك، اوكي، على ورقة، وبكون محطوط اسم البنك ومطبوعة بالألوان، ومحطوط فيها طبعا العنوان تبعك في تحت. الآن العنوان هذا ممكن ترفقه في أي طلب بدهم proof of address، فهذا العنوان مهم جدا. ممكن برضو ترفق الفواتير الكهرباء، فواتير المية، فواتير الغاز، فواتير الانترنت. كل هاي الفواتير لازم تكون ورقية مطبوعة، يعني مش نطلعها من الانترنت. ففي البداية اطلب الاوراق او الفواتير انها تجيك على البيت بالبريد، بعدين ممكن ما تحتاجها وتصير تخليها توصلك بس بالايميل. اوكي، فهذا البروف اوف ادرس اول ورقة بطلبوها منك. الورقة الثانية يمكن بدهم 2 IDs اللي هم اللاندينج بيبر تبعتك اللي جيت فيها وجواز السفر. إذا عندك كريدت كارد ممكن يعتبروها ID، بس بدهم ID في صورة. بتروح على مكان اسمه سيرفيس أنتاريو في أنتاريو. في كيبيك بتروح على شغلة اسمها CLLC تبعون الصحة. في كل مكان لهم أماكن خاصة. أنا بعرف هذول المقاطعتين من خبرتي. فبتروح على سيرفيس انتاريو او CLLC وبتقدم اوراقك، بخلوك تعبي نموذج غاد، بتجيب صور بتروح تتصورها في مكان مثلا بالصيدليات، في كوسكو، عند مصورين ممكن تتصورها. هاي الصور بطلبوها منك وبكون مختوم عليها ورق التاريخ، مش لازم يكون لها اكثر من 6 أشهر. بتقدم لهم اياها، وبعد 3 أشهر أو قبل 3 أشهر بشوي بيجيك الهيلث كارد على البيت. زي ما حكينا قبل هاي 3 أشهر ما بتقدر تتعالج.
العلاج المجاني. شو هو العلاج المجاني في كندا؟ خليني أحكي لكم بشكل عام. أو الرعاية الصحية، معظم الناس بحاولوا أنهم يحصلوا على شغلة اسمها فاميلي دكتور أو طبيب العائلة. فاميلي دكتور في بعض المقاطعات صعب جدا أنك تحصل عليه، في بعض المقاطعات أسهل. مقاطعة أنتاريو من المقاطعات الأسهل أنك تحصل على فاميلي دكتور. وصلت على فاميلي دكتور، حصلت على فاميلي دكتور، ساعتها بصير أي شيء بتروح عليه بسوي لك إياه تقريبا مجانا بدون فلوس. الآن في شغلات بتدفع عليها في التأمين في كندا، اللي هي أي شيء بده نظارة، نظارات، إذا مشكلة في العيون وبدك عملية لا سمح الله هاي مجانية. الأسنان نفس الإشي، أوكي. إذا لا سمح الله في مشكلة مثلا ورم في الفك أو إشي وفي عملية بالمستشفى، هاي بتدفعش عليها. بس تصليح الأسنان، التقويم، التيجان، كلها بتدفع عليها. الشغلة الثالثة اللي هو المساج أو العلاج الفيزيائي أو الفيزيوثيرابي بسموها الأكيوبانكتشر، أي شيء هذه بتكون خارج نطاق التغطية. علاج القدم السكرية عادة بكون خارج تغطية التأمين الصحي العام. الآن المشكلة الأخيرة اللي هي الأدوية. الأدوية كل مقاطعة لها قوانينها وقوانين بتختلف، بديش أدخل كتير، لكن بدك تعرف إنه في أدوية لها بريسكريبشن لازم تأخذها بوصفة طبية، وفي أدوية بتأخذها بدون وصفة طبية. اللي بتأخذها بدون وصفة طبية بتشتريها دائما أنت على حسابك، اللي بتأخذها بوصفة طبية هون بصير النقاش. بعض المقاطعات بتغطي 70%، بعض المقاطعات 80%، بعض المقاطعات 20%، بعض المقاطعات ما بتغطي شيء، بيختلف من مكان لمكان. الآن عم بيحكوا عن شغلة في كندا اسمها فارماكير، اللي هي كل الكنديين يصير عندهم التأمين الصحي على الأدوية مجاني. لحد الآن ما في شيء من هذا، فأنت بتدفع الأدوية والأدوية غالية جدا هون. الآن في شغلة تضاف على الأدوية، هاي بتختلف من صيدلية لصيدلية، اسمها dispensing fees، اللي هي رسوم الصيدلية. في صيدليات تأخذ $5، في صيدليات تأخذ $10 على الدواء أو على الوصفة. فتختلف من مكان لمكان. للعلم هذه الفلوس إذا بدك إياك يوصلوا لك الدواء على البيت داخلة في هاي الفلوس. معظم الصيدليات ما بتحكي هذا الاشي لكنها موجودة. فإذا مثلا أنت ما بتقدر تروح تجيب الدواء تبعك، داخل الفيز اللي بياخذوها اللي هي $10 توصيل مجاني لمنزلك، إذا كان قريب من الصيدلية هم بيشوفوا أقرب صيدلية وبعتوا لك إياه. هذا كل شيء عن التأمين الصحي، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وأرجو إنكم تعملوا سبسكرايب لهذه القناة، تعملوا شير لهذه الفيديوهات. هذه السلسلة كلها عملت للقادمين الجدد، إن شاء الله يستفيدوا منها. سلام، الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل